مشاهدينا الكرام، برحب فيكم بهي الحلقة الجديدة من زوم كورد. اليوم رح نتناول قصص وتاريخ المجالس والمضافات لدى الكرد السوريين. بكل منطقة من سوريا كانت المجالس والمضافات جزء مهم بحياة الأهالي، لا سيما العشائر هنيك، ولدى الكرد أيضا كان لها مكانة أساسية في المجتمع، لما تملك المجالس من دور مهم لا سيما في الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة. لا بل وبتكون تلك المضافة أو المجلس لكل عشيرة أو قرية أو ناحية أو منطقة، حتى أنه المجلس في القرية كان يبنى قبل بيوت الأهالي. منتابع التقرير ومنرجع نناقش هالموضوع. المجالس مدارس، وصف أطلق الأجداد في عموم سوريا على مضافاتهم ومجالسهم في كل قرية أو منطقة أو ناحية. ولدى الكرد تكون الغرفة، المجلس أو المضافة أساس القرية وعمودها الفقري، وهوية كل عشيرة تتبع لآغاها. حسابيا طولها لا يقل عن 12 متر و6 أمتار كعرض. أما مضمونا فكانت الغرفة مدرسة يتعلم فيها أجيال القرية أساليب وقوانين الحياة، ومحكمة تصلح بين متخاصمين، وجزاء تعاقب كل مخالف وفق قوانين القرية أو قرار الآغا. ويكون للمجلس برلمان يناقش أعضائه أوضاع القرية والعشيرة، ويصدروا منه قرارات مصيرية تخص قاطني وأهالي المنطقة اللي يحكمها الآغا الكردي صاحب المجلس. إضافة أن الغرفة تكون دالة للمعرفة، يسرد فيها الأهالي لبعضهم ما شاهدوه طوال نهارهم، ومركز للترفيه والموسيقى والثقافة. المجلس أو المضافة بالقرية لا يمكن لأحد سوى الآغا صاحب القرار أنه ينشأها ويديرها، بمساندة بعض من رجالاته ممن يحسبون كمستشارين له. وكان رجل القهوة أو القهوجي كما يطلق عليه الشخص الوحيد اللي ما لازم يغيب عن المجلس مهما بلغت الظروف، لأنه بيقدم فناجين القهوة للحضور. وتكون الغرفة مفتوحة ليلا ونهارا لأهالي القرية أو اللي يجي ضيف عليها، ومن عاداتها وتقاليدها أنه الضيف اللي يقصد المجلس ما يستأذن للدخول، بل يدخل فورا بالسلام وما يسأل حتى يرتاح، ويبدأ هو بالكلام ويكون مكانه من المجلس جانب الآغا. بمجرد دخول الزائر للقرى الكردية سواء في عفرين أو كوباني أو الجزيرة، أول ما تلمح عينه غرفة كبيرة بيتوسطها دلة القهوة من الداخل، بيطلق عليها المجلس أو المضافة. وبتتواجد هي الغرفة أيضا لدى العوائل والعشائر الكبيرة اللي بتسكن المدن أيضا كعامودة وبلدات ومناطق آليان، أي أنها قد لا تقتصر فقط على القرى، وتكون تلك الغرفة نقطة لقاءات وتجمعات لأهالي القرية أو المنطقة. مضافة مثلا ممكن مثل ما تقول أنه كل أهل القرية الموجودين كانوا يحلوا المشاكل، كانوا يجتمعوا، كان جميع الأحداث اللي تصير من خلافات، من أمور تثقيفية، من أمور حزبية كانوا يجتمعون فيها ويتنحل. كان في عندنا مخافر ونواحي، إذا ما اضطر الأمر ضروري كانت تنحل بهذه المضافة، ما تنحل عند الدولة يعني. هذه الغرفة أو المضافة الحقيقة في إلها منافع كثيرة. في المساء يأتي إليها الرجال طبعا يجتمعون فيه ويتبادلون أطراف الحديث، كل واحد شو شاف اليوم، مسافر على البلد، شو شاف، شو حدث معاه، صادف في طريقه شيء ما معين، يحكيه للجليسة، الجليسة تستمع إليه، يحكي هو، يجي غيره كمان يحكي. بناء هي الغرفة أو ذلك المجلس كانت واجب على عاتق مختار أو وجيه أو آغا القرية والعشيرة، وهالواجب في المعظم بيكون حكر
على كبير العشيرة أي الآغا، ويمنع أي شخص آخر أن يبني تلك الغرفة على اعتبار أن هنالك آغا واحد فقط وبالتالي مجلس واحد، حيث يقوم بتأسيس قريته وجمع سكانها عبر تلك الغرفة. أما إدارتها عند الاجتماعات فكانت أما على عاتق الآغا أو الكبير في السن أو المثقف الدارس. كان أول شيء يتعمر القرية، طبعا كبير القرية منه، بس بليج قرية كردية جدي إبراهيم اللي عمر، وكان يجمع حواليه كل إنسان شريف عاقل من دون مشاكل يجي يحويهم يعطيهم أرض، يزرعوا أرض مشان يعيشوا ويقدروا يعيشوا حال أولادهم بجنبه لبين ما تتكمل القرية ويعمر مضافة وتنحل كل أمور القرية. الشخصية اللي يكون دوره دور رئيسي أو دور يعني مهم هو طبعا المثقف. نحن عندنا هيك درجة العادة، يعني المثقف هو اللي نتنصت له ونستمع له، وهو اللي طبعا لما يحكي المثقف البقية أكيد يستمعون له لأنه عنده إلمام وعنده ثقافة وعنده دري. أما إدارة معينة بشخص معين ما فيها شيء، المثقف الموجود حتى إذا ما كان من خارج القرية المثقف الموجود لما يحكي البقية يستمعون له ويتعلمون منه. للمجالس لدى الكرد أيضا تقاليد عشائرية وقوانين وخطوط عريضة تحكمها، فمثلا كان ممنوع أن يدخلها المسيء أو المغضوب عليهم من أهالي القرية أو المنطقة والآغا على وجه الخصوص، وفي الوقت نفسه بيكون باب المجلس مفتوح لكافة مكونات المنطقة لا سيما العشائر العربية. مجلس مثلا مجلس القريه مسموح لاهل القريه كلهم يتواجدوا، مثلا يجي ضيف من برا، يجي واحد يستضيفك، يجي واحد يشكي لك عن واحد من القريه، اما ما كل انسان يدخل هذا المضافه، يدخل له الانسان الكويس العاقل اللي له مكانته، اما اولاد صغار ما اولاد اللي سمعات سيئه ممنوع يدخلوا المضافات. هناك في آداب وعادات وتقاليد كنا نتبعها، يعني نتبع بهالمضافة هاي، يعني الإنسان مثلا غاب واحد عن الجريسة يسألوا البقية ليش غايب، بيجوز مرضان بيجوز يسألوا عن أحواله. وبالعادة مثلا قبل طبعا هلا خف شوي هالعادات، قبل إنه ما يصير واحد يبقى بالبيت، يعني النسوان بالبيت هيك كانت العادات والتقاليد، المفروض يجي على المضافة مشان نستفيد من بعضنا وهي يسألوا عنه. أما الإنسان اللي شذ عن هالآداب هاي طبعا بطبيعة الحال الكل ينبذوه هو بطبيعته ما راح يحضر الجلسة. يعني الأحاديث اللي كانت بتدور في فلك المجلس كانت تتعلق بحدث الساعة والأخبار والمستجدات اليومية، لكن أهمها تتناول قضايا القرية ومشاكل المنطقة عموما لا سيما السياسية منها. إضافة لهالشي كان المجلس ملتقى العشائر والفنانين الفلكلوريين، وأكثرهم كان بيحصل على مكافأة من مختار أو آغا القرية لقاء القائه أبياتا من الشعر اللي كانت معظمها مدح لشخص الآغا ورموز المنطقة أو بعض الأغاني التراثية. أنا وصلت لهذيك الأيام، يعني قبل 50 سنة كان الصبح الساعة 7 بالساعة 8 ما يضل مكان في المضافة، كل أهل القرية يجوا على قهوة الصباح يشربوا القهوة ويجوا مثلا هذول اللي يغنوا بالكردي يغنوا يجوا يحضروا ويغنوا يعطوهم المختار أو الشيخ هالمضافة المجلس يعطيه مصاري، شعراء يقصدوا يجي شعراء من المنطقة العربية يقصدوا يعطوهم المصاري، وأمور المزح وما مزح ونكت موجودة، يعني لا ساعة 11-12 بالظهر لبين ما يفلوا تروحوا يتغدوا بالبيت تيجوا بقى المغرب كمان يكملوا نفس الأمور يعني اللي تتحدث بهالمجلس كله أمور تخص هالمجلس. مواضيع الجليسة مواضيع مختلفة، أهمها أنه حديث الساعة، يعني شو صاير بهاليوم، شو صاير بالأيام القريبة، بعض السياسة طبعا، نشرات الأخبار، كنا نسمع نشرات الأخبار، نحن بزماننا أيام الراديو، نحط الراديو لما نفتح الراديو الكل يستمعوا
شوفي، وبعدين نجي نحن عنا نحلل هالأخبار، كل واحد يبدي برأيه. طبعا من بين أهم المواضيع اللي كانت حاضرة بشكل شبه يومي في المجلس والمضافات لدى الكرد كانت حل القضايا الاجتماعية وفض النزاعات أو حل مشكلة وإقامة الصلح بين عائلتين أو عشيرتين أو حتى مشكلة عالقة بخصوص زواج أو طلاق. صار كتير مواضيع، يعني طلاقات، نزاعات بين عائلتين، صار في قتل، يعني أنا وصلت لكتير شغلات منها، يعني من 40 45 سنة 50 سنة أنا بتذكر هيك شغلات. مرة من المرات في جماعة من أهل الخرب الديب، واحد قتل واحد، ذبح قتله بالمسدس، هرب، إجا دخل على مضافتنا، هجموا عليه أهل القرية، طبعا قرية الخرب الديب، هجموا وراء الزلمة عم بدهم يمسكوه يقتلوه، دخل علينا، جينا وقفنا قدامه قلنا الزلمة دخل على بيتنا، حق البيت نحن أخي، نحن نروح ونسلمه للدولة وتاخذوا حقه عن طريق الدولة، أما قصة تجوا تقتلوا ودخل علينا ما يصير. طلاقات كثير صارت وانحلت بعض الأمور وما انحلت بعض الأمور، يعني هاي الشغلات تصير كثير بالمضافات. بالإضافة لمواضيع وقضايا فض النزاعات وحل المشاكل، كانت الناحية الترفيهية من سهرات الغناء بحضور مطربين شعبيين وألعاب التسلية حاضرة أيضا وبقوة في تلك المجالس الكردية، حتى أن بعض الفنانين كانوا يبقوا لأيام وليالي طويلة في بعض المجالس، وذلك بطلب من أهالي وآغى المنطقة لقاء مقابل مالي. طبعا في هيك شغلة طريفة اجت على بالي، عمي سليمان اللي عمنا الكبير، يعني فترة من الزمن هذا في كان اسمه عبد الله، هذا مشهور بالقامشلي من أغاني على البنات وما بنات، هيك أغاني كردية له، خلاه عنده 10 أيام متواصلات يغديه ويعشيه ويعطيه مصاري ويعطيه دخان بس عشان يغني له بالمضافة. هذا هيك شغلة أنا كنت موجود يعني، وكان والله أيام زمان الشاعر جقرخوين كان يمر على المنطقة، يمر هالمضافة، وكثير يعني ناس كثير مغنين وكذا يمروا ياخذوا يغنوا كمان وياخذوا بالمقابل ياخذوا مصاري كمان. ترفيه كان لابد منه، كان يجينا مطربين الأغاني الكردية والعربية كمان، أتذكر يجي العربي يجيب ربابة، عنده آلة موسيقية اسمها الربابة، يجي على المضافة نحن نجي نسمع أنه والله جاي واحد يدق رباب، نحن نجي عاد على المضافة أن يلتم حواليه يدغلنا على هالربابة ومواويل عربية. الكردي كمان الكمانشة هي مشهورة كانت طبعا على المستوى الريف، هيك كمان يجي نحن يلتموا عليه ويستمعوا على هالأغاني هاي، يتبادلون النكت، طرائف، أمور عديدة يعني للتسلية واللهو. مع مرور الزمن والتغيرات اللي حصلت في المنطقة، سواء مع فترة استيلاء حزب البعث على الحكم في سوريا ودوره السلبي في تفتيت العشائر الكردية وحتى العربية في المنطقة، إضافة لنقطة الهجرة من القرية إلى المدينة، كلها أمور تسببت بتقليص وجود المجالس والمضافات ودورها حتى أنها باتت شبه معدومة في الوقت الحالي. أقدر أعلق بشغلة، حزب البعث يوم من إجا فتت كل العشائر، فتت المضافات والعشائر والأعيان، ما خلت إلهم دور بهالوضع. طبعا تقلصت اجتماعات بالمضافات والأحزاب، ما بقى يقدروا مثلا يجتمعوا بالمضافات، وهلا حاليا صاير مكاتب الأحزاب وصاير مجالس خاصة وندوات خاصة، يعني تقلصت المضافات، تقلص دورها كثير بشكل كثير. يعني هلا حاليا طبعا القرى بالأصل خفت من سكانها، صارت هجرة معاكسة، بطبيعة الحال لما تصير هجرة معاكسة الناس اللي يلتموا كمان العدد يقل، يعني مشلون، ولكن نحن دائما نحاول نحافظ على هالعادة هي لأنه عادة كويسة، أنا برأيي عادة كويسة، عادة اجتماعية، يحط على التعاون، على تبادل الآراء، الأمور جيدة يعني بالنسبة للمضافة.
مشاهدينا ومتابعينا خلونا نروح لبريك قصير ونرجع لنكمل بقية فقراتنا، خلوكن معنا. أهلا من جديد، مادتنا الجاي خاصة ليلي بيحبوا يبلشوا يومهم بفطور ملكي. قصتنا عن سوق الفطور أو سوق الجيمر والعسل مثل ما هو معروف في القامشلي، وهو سوق قديم من عهد الفرنسيين متخصص بأغراض الفطورات الصباحية من زيتون ولبن وبالأخص الجيمر والمامونية والعسل. بيقصدوا الزائرين لمدينة القامشلي من كل المدن والمحافظات السورية للفطور هنيك، حتى أنه هالسوق بيكون مصدر لإرسال الجيمر للشام وحلب ولكردستان العراق أيضا. طبعا ليلي ما سمع بالجيمر هو قشطة الجاموسة. لتتعرفوا أكثر خلونا نتابع المادة الجاي. سوق قديم جدا من ايام الفرنسيين، كان يسمى بسوق الهال القديم، بقى هلا اسمه هلا حاليا سوق الجيمر والعسل والالبان واجبان. هذه معروفه بالقامش، لهالمنطقه هي معروفه بسوق الجيمر والعسل. طبعا هون عم نقدم فطورات صباحيه، جيمر عسل مامونيه جبنه لبنه زيتون، من الفطورات الصباحيه طبعا. وطبعا السوق مثل ما قلت لك سوق قديم جدا، تطور يعني حاليا هلا هيك مسمى. وطبعا الجيمر اكثر شيء معروف بالجيمر، جيمر يجينا من حار الطي طبعا، من القامشلي، هاي كله انتاج قامشلي، ما في بسوريا كلها غير بالقامشلي ومالكيه. مكوناته من الحليب الجاموس، يتكون الجيمر، طبعا الحليب كله يصير جيمر، مو مثل اللبن والقشطه فقط، لا هاي الحليب كله دسم، كله يصير جيمر. هاي الفطور المميز بالقامشلي الجيمر والعسل والمامونيه، هاي الاكلات المميزه الصباحيه. هلا مثلا مرات كنا نبعث على كردستان، جيمر طبعا معروف مثل نحن تسميتنا، نقول هاي فطور ملك لانه الجيمر ما في غير عندنا، هذا فطور ملكي. مرات نبعث على الشام، اهل الشام يجوا زياره مثلا، لهم قرايب لهم حدا هون، يجوا على القامشلي يجوا ياخذوا معنا على الشام. كنا نبعث على حلب، اهل حلب يجوا ياخذوا من يعني المناطق السوريه كلها تجي تاخذ من عندنا جيمر. الحسكي ما عنده، هلا اهل الحسكي يجوا لهون مثلا زياره مشوار، يجوا الا ما يجوا يفطروا عندنا جيمر، وهذا فطور مميز. هذا السوق قديم معروف بجيمر وبأشياء الطيبة، ويعني معروف من كل الدول معروفة. هذا السوق لما بيجوا على القامشلي من كل الدول بيجوا عليه، بياخذوا جيمر وشغلات هيك للفطور، شغلات يعني زيتون ولبنة والعسل وهيك شغلات. وكل يومين ثلاثة عم نجي نفطر هون جيمر مامونية، جيمر عسل، من هيك شغلات. We'll be right back.
الفنان القدير بهاء شيخو شقيق الفنان الراحل محمد شيخو ضيف فقرتنا الفنية لليوم. بهاء شيخو أثناء قضاء فترة الخدمة العسكرية تعلم العزف على البزق وكتابة الشعر والأغاني، واشتهر بأغنية جمر جوتن لقامشلو وأغنية وان سريني. شيخو كغيره من الفنانين الكرد هاجر لأوروبا، لكن بعد انطلاقة الثورة السورية صار يرجع لمدينة القامشلي ويقيم بعض الحفلات الغنائية، إضافة لإعادة فتح محلات التسجيلات الصوتية اللي كان بيملكها أخوه الراحل محمد شيخو بافي فلك. فنان كقامة محمد شيخو من العائلة تأثرت فيه بالنسبة للفن، يعني بالأغاني من صغري، وبدأت أغني أقلد أغاني محمد شيخو بدون ما أعرف مضمون الأغاني بصراحة. تأثير الأخ محمد شيخو بالبيت قام من صغري، مثل ما قلت أنه من ابتدائي بلشت بالغناء. أول مرة كمان بتذكر ب77 بحي قدور بك أول مرة حملت الميكروفون، وكنت برتعش من 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 هيبة الجمهور. ذكرى كانت فعلا. بنفس السنة تقريبا بدأت أتعلم على عزف الآلة، آلة الطنبور. الصعوبات الأمنية اللي كانوا يمنعونا من الغناء بالكردي، للأسف الغناء حتى غناء بالأعراس صعوبات كثيرة، كان ممكن بنسجن وبيأخذوني على الفروع، وياريت أنه يتهموني بالأغاني القومية، يعني ما كنت بسمع منهم شيء واضح. مغادرتي أو هجرتي اللي بالنسبة لأوروبا ما أجت عن عبس، يعني بالنسبة لكل إنسان عنده ظروف خاصة وظروف عامة واجتماعية وحتى سياسية. قبل ما أروح المرة الأخيرة، يعني رحت 3 مرات على أوروبا كدعوات لإحياء أعياد نوروز وحفلات خاصة. أثناء عودتي كنت عم بلاقي صعوبات شوية، استجوابات كثيرة. آخر شيء 2005 رحت وتميت غصب عني، ضليت بدولة السويد وقدمت اللجوء رغم أني رحت بشكل رسمي. يعني بعد 11 سنة رجعت بعد الأحداث والتغييرات اللي صارت المنطقة في سوريا كلها، خاصة منطقة الجزيرة مثل ما يقولوا روجافا كردستان. أبوك أسمر حلو ما جاء على ديني، وانت على دينك وانا على ديني. أبوك أسمر حلو ما جاء على ديني، وانت على بالنسبة للأغنية الكردية. للأسف الرغم الإمكانيات ووسائل الإعلام والإنترنت ووسائل التسجيل مثل ما يقولوا والاستوديوهات الحديثة عنا،
والعازفين البارعين. للأسف الأغنية الكردية في نحو الهبوط. حتى من خواج دنيا ناسكر بهارا قاش من درب عسكر حتى من خواج دنيا ناسكر بهارا قاش من درب عسكر من جتور كي خورطاني مع هاي الفقرة الفنية مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم. إذا عندكم مقترحات أو قصص وإضافات تواصلوا معنا على إيميل البرنامج الظاهر أمامكم. بودعكم هلأ وبشوفكم في الأسبوع الجاي. كونوا بخير.